دولة الممالي. بعد السلطان الظاهر ببارس تولى ابنه الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة خان، ثم أجبره المماليك الصالحية على خلع نفسه وتعيين أخاه بدر الدين سلامش ابن ببارس، وكان عمره حوالي 7 سنوات. وبعد 3 أشهر قام الأتابك سيف الدين قلاوون الألفي بخلع سلامش ونصب نفسه وتلقب بالملك المنصور. بدأ قلاوون عهده بمواجهة تمرد حاكم دمشق كما اصطدم مع مغولي فارس، وجلت بني الطرفين معركة حمص، فانتصر المماليك انتصارا كبيرا، وقتل القائد المغولي منكوتمر في سنة 82 و600 للهجرة. أرسل قلاوون حملة ضد دولة الأرمن بسبب اعتدائهم على حلب، ثم توافق الطرفان على الصلح مقابل جزية. وبسبب عدم ثقة قلاوون بالمماليك الظاهرية أنشأ لنفسه قوة من المماليك الشراكسة وأنزلهم في أبراج قلعة القاهرة فتسموا بالمماليك البرجية، كما تمت مواجهة النزعة الاستقلالية لملك النوبة سمامون. وفي سنة 84 و600 للهجرة استعاد قلاوون حصن المرقب من فرسان الأسبارتية، وبدأ الخطوات النهائية للقضاء على الوجود الصليبي. وفي سنة 86 و600 للهجرة تم له فتح اللاذقية على يد القائد حسام الدين طرطناي، وبعدها بسنتين تم فتح طرابلس. ثم وقعت هدنة بين المماليك والصليبيين في الشام، لكن بعض الجنود الصليبيين خرقوا الهدنة، فأعد قلاوون حملة كبيرة لقتالهم، لكنه مرض وتوفي في الطريق سنة 89 و600 للهجرة بعد أن أخذ تعهدا من ابنه خليل بمتابعة الحملة.